يا اهلا بيكم وفيديو جديد من قناتكم الان تعلم، ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. على مر التاريخ تعرضت مصر القديمه للعديد من محاولات الغزو من الحضارات والشعوب المجاوره من الجهات الاربعه، من الغرب على يد الليبيين، ومن الجنوب على يد الكوشيين والنوبيين، ومن الشمال على يد الرومان والاغريق، ومن الشرق على يد الاشوريين والفرس والهكسوس اللي هنتكلم عنهم النهارده. بعض المحاولات دي فشلت وتم التصدي لها، وبعضها نجح بالفعل وتمكن الغزاة فيها من الدخول الى مصر والسيطرة عليها. ومن اشهر الشعوب اللي تمكنوا من غزو مصر بالفعل هم شعب الهكسوس، اللي تمكنوا من فرض سيطرتهم على شمال وشرق ووسط مصر ومنطقة الدلتا وشبه جزيرة سيناء بالكامل. لكن مين هم الهكسوس اصلا؟ وليه ما فيش اي ذكر ليهم في التاريخ الا خلال الفترة اللي حكموا فيها مصر؟ وليه اتسموا باسم الهكسوس؟ وهل الاسم ده ليه معنى؟ لو عايزين تعرفوا الإجابة على الأسئلة دي وأكتر، تابعوا معايا الفيديو بالكامل للنهاية بعد الفاصل. في البداية الهكسوس ما كانش اسمهم هكسوس. المصريين القدماء كانوا بيطلقوا اسم عامه على كل الحضارات والشعوب اللي بتتواجد على الجهة الشرقية لمصر في قارة آسيا، وبيعتقد خبراء اللغات القديمة أن اسم عامه بيعود لاسم شعوب العاموريين البدوية اللي بيعود أصلهم إلى شبه الجزيرة العربية، واللي توجهوا إلى منطقة الشام واستوطنوا أجزاء منها وأسسوا ممالك قوية فيها. وبالتالي كان المصريين بيطلقوا على الهكسوس في أول الأمر اسم عامه، مثلهم مثل أي شعب بيتواجد في قارة آسيا على الحدود الشرقية لمصر. أما عن كيفية دخول الهكسوس لمصر ففي نظريتين. النظرية الأولى بتقول إن غزو الهكسوس لمصر كان غزو عسكري شامل، وكان الهكسوس في الوقت ده متفوقين عسكريا على مصر، وامتلكوا العديد من الأسلحة اللي ما كانتش معروفة في مصر في الوقت ده، زي العربات الحربية اللي بتجرها الخيول، وزي الفؤوس الحربية والسيوف المقوسة القصيرة وأقواس رمي السهام طويلة المدى. أما النظرية الثانية واللي أجمع على صحتها الغالبية العظمى من المؤرخين وعلماء الآثار، هي أن غزو الهكسوس لمصر كان سلمي وتدريجي وتم على مدار عشرات السنين كالتالي. في أواخر عصر الدولة الوسطى في مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد، بدأ الهكسوس في الدخول إلى مصر بأعداد كبيرة عبر شبه جزيرة سيناء، وكانت مصر في الوقت ده بتعاني من اضطرابات سياسية ومجاعات وانتشار للأوبئة وضعف اقتصادي وعسكري، وبالتالي لم يتم التصدي لدخول شعب الهكسوس إلى مصر، خصوصا انهم دخلوا مصر في بداية الامر كمهاجرين ولاجئين في صورة اسر وعائلات وليس كغزاة او محاربين. كان الهكسوس تجار مهرة، واستطاعوا انعاش الحالة الاقتصادية في مصر، وقاموا بتحويل مدينة اواريس اللي بتقع شرق الدلتا في محافظة الشرقية حاليا الى ميناء تجاري هام جدا بين مصر وباقي الحضارات المجاورة. وبالاضافة لكون اواريس ميناء تجاري هام، تحولت على يد الهكسوس الى مدينة من اكبر مدن الشرق الاوسط قديما، وكان بيسكن فيها ازيد من 38 الف نسمة. كان الهكسوس مدركين لمدى عظمة الحضارة المصرية القديمة، وحاولوا بشتى الطرق الاندماج داخل المجتمع المصري، فبدأوا بارتداء الملابس المصرية واستخدموا العديد من الألقاب والأسماء اللي كانت مستخدمة في مصر القديمة، وحتى حاولوا المزج ما بين عقيدتهم والآلهة اللي كانوا بيعبدوها وبين عقائد وآلهة المصريين القدماء. لكن مهما حاول الهكسوس الاندماج مع الشعب المصري، كان المصريين دايما بينظروا لهم على أنهم غزاة أجانب ودخلاء ولا يحق لهم الوجود داخل مصر، ودي طبعا حقيقة ما فيهاش أي جدال. استمر الهكسوس في سياسة الاندماج والسيطرة التدريجية على منطقة شرق الدلتا تجاريا، لحد ما تحولوا إلى مركز قوة لا يستهان بها، وبدأوا في التدخل في الشأن السياسي المصري، ووصل العديد منهم إلى مواقع الحكم كوزراء ومستشارين. ثم بدأوا في التوسع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لحد ما أحكموا سيطرتهم على جزء كبير من مساحة مصر. ومع ازدياد نفوذهم وسيطرتهم التام على مناطق الدلتا وشمال مصر وسيناء، أعلن الهكسوس عن إنشاء دولتهم المستقلة في شمال مصر، واتخذوا من مدينة أواريس في شرق الدلتا عاصمة لهم. وبتسمى فترة حكم الهكسوس في مصر بفترة حكم الأسرة الخامسة عشر. كان الاحتلال الهكسوس لشمال مصر وقع الصدمة على المصريين، لأن مصر لم تتعرض للغزو مطلقا قبل قدوم الهكسوس، وكمان لأن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا أن مملكتهم محمية طبيعية بحدود منيعة من جبال وصحراء تجعل عملية غزوها شديدة الصعوبة، وخصوصا انهم كانوا بينظروا لجميع الشعوب المحيطة بهم على انها شعوب بدوية متخلفة ضعيفة لا تمتلك حضارة متطورة مثل حضارتهم، وبالتالي لا يمكن ان يشكلوا تهديد حقيقي للدولة المصرية. لكن وزي ما شفنا ثبت خطأ اعتقاد المصريين، ونجح الهكسوس بالفعل في غفلة من الزمن في غزو مصر والسيطرة على نصفها الشمالي والشرقي بالكامل. وهنا بقى بدأت كلمة الهكسوس في الظهور. كان المصريين بيطلقوا على شعب الهكسوس في البداية زي ما قلنا لقب عامه، واللي معناها شعب الآسيويين، وده لأنهم دخلوا مصر من الشرق من قارة آسيا. لكن بعد ما سيطروا على الحكم في مصر وأصبح منهم ملوك وحكام، أطلق المصريين القدماء على الطبقة الحاكمة دي لقب حيكا خاسوت،
أو حيكاو خسوت، وهي كلمة مصرية قديمة معناها الملوك الأجانب. ثم قام الإغريق القدماء بتحريف الاسم إلى هيكاسوس، وبمرور الزمن تحول الاسم إلى هيكسوس. وبمرور السنوات في مصر أصبح اسم حيكا خاسوت أو هيكسوس بيستخدم للدلالة على جميع شعب الهيكسوس وليس للدلالة على الطبقة الحاكمة والملوك فقط. ورغم صدمة المصريين من سيطرة شعب الهيكسوس على مصر، إلا أنهم في النهاية تعايشوا مع الأمر، وأصبحت مصر منقسمة إلى جزئين، وهما مصر العليا وهو الجزء الجنوبي من مصر وكان تحت سيطرة الأسرة السابعة عشر المصرية وعاصمتها طيبة، ومصر السفلى وهي الجزء الشمالي من مصر وكان تحت سيطرة الأسرة الخامسة عشرة إلا أسسها الهيكسوس. ورغم العداء الدفين اللي كان بين المصريين والهكسوس، إلا أن العلاقات ظاهرياً كانت جيدة جداً على المستوى التجاري والاجتماعي بين الطرفين. وظلت العلاقات السلمية الظاهرية بين الهكسوس في الشمال والمصريين في الجنوب فترة 108 سنة تقريباً. لكن في أواخر عهد الأسرة السابعة عشر المصرية اللي كانت بتحكم إقليم مصر العليا في الجنوب، وفي عهد الملك المصري سكننرع، حدث أول صدام عسكري ما بين المصريين والهكسوس. ولا تتوافر أي معلومات تاريخية مؤكدة عن سبب الصدام العسكري المفاجئ ما بين المصريين والهكسوس، لكن الرواية الشائعة هي أن ملك الهكسوس أبيبي أرسل رسالة إلى الملك المصري سكننرع بيطالبه فيها أنه يأمر المصريين في الجنوب بقتل أفراس النهر في بحيرة طيبة، لأن أصواتها حسب زعمه بتزعج أهل الشمال في مملكته وبتمنعهم من النوم. وده على الرغم من أن المسافة ما بين طيبة عاصمة الجنوب وأواريس عاصمة الشمال أزيد من 800 كيلومتر. اعتبر الملك سكننرع رسالة ملك الهكسوس رسالة استفزازية ومهينة، فقرر حشد جيش قوي والتوجه لملاقات الهكسوس، ووقعت معركة كبيرة بين الطرفين. لكن انتهت المعركة دي بهزيمة الجيش المصري ومقتل الملك المصري سكننرع نفسه في المعركة. وزي ما احنا شايفين بتظهر على رأس مومياء الملك المصري سكننرع آثار ضربات عنيفة بالفؤوس والرماح أصيب بها في المعركة سالفة الذكر وأدت إلى مقتله. ورغم فشل الحملة العسكرية للملك سكننرع، إلا أنها أشعلت ثورة المصريين ضد حكم الهكسوس، وأصبح هدفهم هو طرد الهكسوس من مصر والتخلص منهم نهائيا. وقام الملك كاموس ابن الملك سكننرع باستكمال المسيرة، ففي السنة الثالثة من حكمه قام بقيادة جيش كبير وأبحر شمالا في نهر النيل حتى وصل إلى المناطق المجاورة لعاصمة الهكسوس أواريس، فقام بتخريب المناطق دي وأحرق الحقول في محيطها. وتمكنت قواته من اعتراض رسالة أرسلها أبيبي ملك الهكسوس إلى ملك كوش في الجنوب بيطلب منه التحالف معه ضد الملك كاموس ومهاجمة مصر من الجنوب والقضاء على الحكام المصريين هناك. لكن بعد فترة قليلة توفي الملك كاموس واعتلى عرش الجنوب بعده الملك أحمس، واللي أسس الأسرة الثامنة عشرة في مصر. الملك أحمس لم يقم بمهاجمة الهكسوس أول ما تولى الحكم، لكن في السنة الخامسة عشرة من حكمه استكمل مهمة تطهير مصر من الهكسوس، فقام بالعديد من الحملات العسكرية على عاصمتهم أواريس. وبالفعل نجح الملك أحمس في هزيمة الهكسوس ودمر عاصمتهم أواريس تماما، فقاموا بالهروب شرقا عبر سيناء إلى آخر حصونهم في مدينة شاروهين واللي بتقع ما بين رفح وغزة حاليا. لكن تتبعهم الجيش المصري وتم فرض الحصار على مدينة شاروهين لحد ما استسلم الهكسوس وقتل عدد كبير منهم، وهربت أعداد أخرى إلى سوريا والشام. وقام الملك أحمس وجيشه بتدمير حصن شاروهين ومحو كل أثار الهكسوس من مصر باعتبار فترة وجودهم فترة احتلال أجنبي يجب إسقاطها من ذاكرة المصريين. وبعد هزيمة الهكسوس وطردهم من مصر وهروبهم إلى فلسطين والشام طويت صفحتهم تماما، ولم تتوفر أي سجلات تاريخية عما حدث لهم بعد ذلك. وبعد ما نجح المصريين في طرد الهكسوس تنبهوا إلى خطورة عدم تأمين حدودهم خصوصا الحدود الشرقية، فقام ملوك الدولة الحديثة واللي من أشهرهم رمسيس الثاني أحد حكام الأسرة التاسعة عشرة بحملات عسكرية واسعة على بلاد الشام لإنشاء منطقة آمنة لحماية حدود مصر، واستطاع بالفعل السيطرة على إقليم الشام بالكامل. كما قام بحملات عسكرية جنوبا واستطاع السيطرة على جزء كبير من بلاد كوش وتأمين حدود مصر الجنوبية. طيب في النهاية وكما هي العادة أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه أول ما أرفع أي فيديو جديد. أشوفكم بإذن الله على خير الفيديو القادم.